حبيبي عاملين، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي نفسه بصلاه على النبي. انا والله ما كنتش هنطلع النهارده بس عشان خاطر الفزوره، قلنا عشان ايه ما ينفعش ما نطلعش عشان احنا وعدنا الناس اللي هو يوم يوم، بس النهارده كان غصب عننا جامد يعني. غصب عننا ما طلعناش بالفطار، احنا طالعين دلوقتي بعد الفطار، وعشان كان في ناس عندنا بتفطر معانا فما كانش ينفع نطلع ساعه الفطار، وسلمى كمان كانت تعبانه وقرفانه جدا وسلمى بتركوا كده. فبالله عليكم بقى، بالله عليكم تدعوا لمحمود اخويا ربنا يشفيه شيل عنه، واللي زي عشان تعبان قوي ادعوا له في الكومنت، حطوا له كومنت كده وكومنت كده، يعني كومنت دعوه وكومنت اسم الفيلم او المسلسل انا هنزله. معلش بقى صدرها مؤثر على دماغها. معلش احنا اسفين يا صالح. انا كنت بقول ايه؟ صالح مين؟ لخبطتني حرام عليك. صالح مين؟ صلاح. فمعلش بعد اذنكم تدعوا لمحمود اخويا، تدعوا لسلمى ربنا يشفيها يا رب ويشيل عنا وسيف، وانا كمان عشان تعبت والله العظيم الراجل ده صدري تعبان. فاكتبوا لنا في الكومنتات دعوه حلوه، دعوه حلوه كده، وربنا يخليكم لينا يا رب. ماشي يا حبيب قلبي، جدا جدا يعني فما تتخيلوا. فمعرفناش نطلع النهارده خالص بالاكل خالص، فقلنا نطلع نتكلم معاكم ونفهمكم برده الشروط عشان الناس اللي بتخش جديده، وبعدين ننزلكم الفزور. ماشي، والله انا تعبانه وصدري تعبان برده، كنت شغاله اول يوم دول بجد. سلمى وزنها عظيم تتشال لو هي بتعمل اي حاجه، لو دخلت تشرب او دخلت تعمل حاجه في المطبخ لازم تبقى سلمى متشال. عرفناش والله نطلع لكم في الفيديو النهارده خالص. فبصوا يا حبايب قلبي هنزل لكم الفزوره زي ما انتم متعودين، وزي ما انتم متعودين بس بالله عليكم احنا عايزاك. بصوا في ناس كتير بتقول لي حصل ظلم ومش حصل ظلم وكده، واحده قالت لي حصل ظلم يعني، وناس كتير قوي بتقول انا ببعت لك. بصوا انا باخد اول كومنتات بتتبعت لي، يعني انت مثلا دخلتوا على الفيديو كتبتوا الكومنت باسم مين الفيلم، اول كومنتات واكتر كومنتات. بصوا في واحده بعتت، هي اول واحده بعتها، اول واحده فعلا، عشان داخله كان شغل في غير 3 كومنتات وهي من 3، كان اسمها مش عارفه ايه جابر كده، هو اسم بالانجليزي هاجر جابر حاجه زي كده مش عارفه، دي اول واحده بعت، بس للاسف بعت كومنتين بس، فعشان كده ما عرفش يكسب معانا. انت اول، انا عارفه ان انت اول واحده بعتها، شوف انا بشوف الكومنتات من الاول بس، بعد كده يا جماعه اللي هيبعت اول حاجه هو اللي بيكسب، بس برضه لازم يكون كاتب كومنتات كتير كذا يعني كومنتات كتير، يعني في امبارح حد كتير قوي بعت، في امبارح ناس كتير بعتها بس في الاوقات مفترقه، يعني مثلا انا اخترتها امبارح دي، فمنار انا منار ولا انا ايه؟ منار انا. فديت اللي انا اخترتها منار دي انا باين، منار دي انا، فديت اللي انا اخترتها ليه؟ لان بعتها في الاوائل، بعت كومنتات كتير وفي الاوائل وسكته شويه وبعد كده بعتها تاني. فانا عايزاكم تعملوا كده، اللي عايز يكسب يا حاجه بسيطه زي ما انا قلت لكم مش حاجه قيمه يعني، بس اللي عايز يكسب يكتب في الكومنتات في الاول، عشان حرام، عشان اللي يكتب في الاول دوت في غيره بقى بيخش يشوف الكومنت اسمه ايه الفيلم او المسلسل اللي احنا كاتبينه ويروحوا منزلين. يبقى هتكسبيني؟ كسبك، بعت لي كومنتات كتير وانا كسبك. تليفون باظ. فانا والله العظيم تليفون احمد بايظ، وانا معيش غير تليفون واحد، كنت وريت لكم الواتس والرسائل اللي الناس بعتها لي، وانا بعتها لها البعتها الفلوس، كنت وريت لكم الوصولات ووريت لكم كل حاجه. ثانيه واحده بس، احنا حطينا رقم الموبايل بتاع الواتس بس مش بالطريقه دي. الناس ما بتنيمنيش وربنا. يا ريت هم عايزين حاجه، ده بيتصلوا يروحوا قافلين. قلت لهم لا، شايفه رحت قافله التليفون، قفلت التليفون. انا قلت بسبب قفل التليفون ده النهارده. واحمد ده يعمل رن على الارض ورن على الموبايل، رن على الارض. انا قلت لا قدر الله سلمى تعبت تاني وتليفونها فصل مش عارفه تتصرف، وهي هنا مش عارفه الدنيا يعني، ما تعرفش تروح وتيجي، فكنت دبيت مشوار من الشغل رجعت الحمد لله. رن على الارض الساعه 3 لان صحيت، صحيت الساعه 3 والله مش بنام اصلا. فايه زي ما قلت لكم، وحد بيتصل انا رديت بقى. عاوزين ايه؟ طريقة الرز يا جماعة. لا مين دول؟ حد كان بيتصل على طريقة الرز. عادي ايه المشكلة؟ لا عادي، بس الناس اللي بتتصل ترخم، يعني اللي بيتصلوا في ناس بتتصل مني بيا شباب يعني في الجيش، بيتصلوا بي مثلا نعمل الكفتة دي ازاي؟ احنا عندنا كذا وكذا وكذا وكذا. هنعمل ايه؟ فبيرنوا عليا مثلا عندي كفتة، انا الكفتة عاملة ايه؟ بس ما قولي مثلا متبلة وجاهزه، بس عارفه فين اللي فيها، مش عارفين على الصاج هنعمل فيها ايه الكلام ده.
نولع ايه نحطها على ايه كده. فبديهم بقى معلومه الغزيره. طب الرز احنا عندنا رز وعندنا شعريه نعمل ايه؟ هم يعني شباب بقى قاعدين مش عارفين وقاعدين بيقولوا قاعد في الصحراء والله وكده فمش عارفين. فانا بتصل بيها صراحه بقول له. بس في ناس بقى رخمه بتتصل انت سعاد؟ لا انا حسنيه. قولي طيب راح قافله. انت كوثر؟ اقول لهم لا انا سعاد. قولي طيب. بصراحه مجننني حاجات التليفون ده. معلش صوت الدوشه بقى في اولاد بره. في الجيف عندنا ومعاهم اولادهم واحنا معانا اولادنا بس احنا طالعين بالفيديو ده وعرفكم. فما شاء الله في ماتش كوره بره. فيا حبايب قلبي. ومحدث يعني بيقولوا رأيه في التمثيل ليه؟ بيقولوا في الفيديو اللي بعديه. يعني في الفيديو اللي هو في الفزوره ايه يكتبوا الفزوره ايه بس، لكن في الفيديو اللي بعديه اللي بيكسب بيكتبوا لنا بقى تمثيل حلو مش عارفه ايه بيكتبوا لنا بقى كده. لكن في الفيديو اللي هو بتاع الاسئله انا مختار النهارده مش عارفه والله العظيم. استنوا بقى مننا لا مسلسل لا تمثيليه. انا مش على مسرحيه. انا مش عارفه انزل النهارده لسه هنزله. في واحده كنا ريح يا فريال. ازيك يا سي احمد؟ الهي ما يرقد لك جتة يا اخوي. وايه اللي رقد جتتك يا فريال؟ اصل يا سي السيد. اصل ايه يا امينة؟ رجلي متعورة. متعورة من ايه يا امينة؟ اصل الحكاية انطقي. السوارس خبطتني. سوارس؟ سيدنا الحسين نادان قمت لبيت وانا راجع المقدر حاصل. يعني بتخرجي من غير اذن يا فريال؟ لا والنبي يا سيدي. يعني بتستلطخيني واستغفليني يا فريال؟ لا والنبي وحياة سيدنا الحسين يا سيد سعيد. راسي منها بدون كلام. لا تخليها شويه كده. فانا هنزل لك يا فيلم يا مسلسل وانت على كل حال. بس اكتبوا في الكومنتات في الاول وكومنتات كتير. يعني في ناس بتبعت في الاول خالص بس تبقى كومنت واحد كومنتين. بص اللي هيكتب كومنت وقول تمثيلك حلو احمد انا هكسبه حتى لو بعت مره. لا بس ما غيروا الكومنتات. يعني مثلا ايه مش مثلا اسم الفيلم اسم المسلسل 50,000 مره. يعني غيروا الكومنت. يعني مثلا ممكن تبعتوا ايه لو لقيت حد عامل كده ولا اكسبه حتى لو مش معايا كومنتات كتير. لو كاتب كومنتات في الاول وكاتب كومنتات متغيره. فانتوا خليكم معانا كده. والقناه اللي عايزه تكسب وعايزه تحط فيديو على المنتدى برضه تعمل كده. يلا يا حبايب قلبي ربنا ما كنا طولنا عليكم معلش احنا تعبانين والله مش قادرين نطلع في فيديو بجد. احنا طلعنا النهارده عشان نبقى في مصداقيه على موضوع المسابقه. وانا كنت عايزه اوريكم الواتس والله قد ايه الناس بتقول انتوا عندكم الحمد لله مصداقيه والحمد لله. ابعتوا لي الرقم من هنا ابعت لهم الفلوس من هنا. ماشي يا حبايب قلبي. فيا ريت يا ريت يا ريت بقى تعملوا باللي اتركوا عليه القرار اللي هي عايزه تكسب وادعوا لسلمى الاول كومنتات تاني وادعوا لنا وادعوا لسلمى. يلا يا حبايب قلبي يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تدعوا لسلمى تدعوا لمحمود اخويا بالشفاء ربنا يشفيه زي ما انا قلت لكم تعبان قوي ربنا يشفيه يا رب ويشيل عنه هو واللي زيه. وادعوا له في الكومنتات يعني اكتبوا كومنت كده واكتبوا كومنت دعوه برده عشان دعوه الغريب برده. ماشي يا حبايب قلبي ودعوا من قلبكم كده ربنا يشفيه ويشيل عنه هو وسلمى يا رب. وانا كمان عشان تعبانه والله العظيم مش قادره صدري تعبان جدا فالحمد لله ربنا اللي يجيبه ربنا. احمد ده كان تعبان وعدى البيت كله ما شاء الله ما سابش حد لما عداه. ماشي عطسي هاتسي في الشقه كلها عليا نعمه الشقه اتملت مكروب. راجل قاضي ده كلنا والله العظيم كلنا بلا استثناء الواد سمير وبعدين سلمى وبعدين سيف وبعدين هنا في مره لو انا عطست في البلكونه هتروح. امي كانت قاعده اول ما تشوف احمد تروح حامله كده. بيقول لي بص امي قلت له امال ايه؟ اول ما تشوف حامله كده. ماشي والله العظيم طب عدنا كلنا والله ليها حق. يعني هي كمان كانت هتقعد بس الحمد لله. يلا يا حبايب قلبي. ربنا يشفي كل المريض يا رب. امين يلا. ليش؟ مش حابه صدري قايم عليا بعد الملوخيه. يلا سلام. يلا سلام عليكم.